طيب الناحيه الشمال والناحيه اليمين في نادي الزمالك، الباك رايت والباك ليفت، الاثنين محتاجين تدعيم. تحب تكلمني على ايه الاول؟ الاثنين محتاجين تدعيم. نتكلم عليهم مع بعض. مع بعض عشان قلنا مشاكل مرات الزمالك كتير، الخير كتير. الزمالك في الناحيه اليمين عنده المسلوسي، ظهير ايمن وبيلعب مساك ثالث، مواصفاته اغلبها دفاعيه، وعنده سيد عبد الله جناح اشبه بجناح بيلعب برضه ناحيه اليمين. فالزمالك محتاج لعيب متوازن بين الاثنين. هو يعني انا اللي دورت كده بصيت في الدوري المصري، اللعيب اللي عنده صفه التوازن شويه ما بين الاثنين، اللي هو عنده قدرات دفاعيه وقدرات هجوميه، هو لعيب فاركو جيفرسون انكاد. لعيب كويس جدا، 25 سنه. تعال نبص يا كريم على ليه الجزئيه دي، يعني هو ليه نشوف الجدول مقارنه بين الثلاثه، بين حمزه المسلوسي وبين جيفرسون انكادا وما بين سيد عبد الله. لا قبل اللقطات دايما الجدول، ببدا بالجدول، الراجل بيبدا بالجدول عشان قبل ما نتفرج على اللقطات دايما خلينا ماشيين كده، لان الجدول بيوضح احنا بندور على ايه في اللعيب عشان لما نشوف اللقطات نبقى كام. تمام، هتلاقي دايما الجدول لما يجي يتعرض للمشاهدين هو جيفرسون انكادا في المنطقه الوسطى بين الاثنين، يعني حمزه المسلوسي ارقامه الدفاعيه جيده جدا، ارقامه المشاركات الهجوميه وانتاجه الهجومي قليل جدا، سيد عبد الله العكس، رغم مباراه قليله هتلاقي انتاج هجومي كبير ومراوغات وكذا، ولكن اسهامات دفاعيه قليله جدا. هتلاقي جيفرسون انكادا موجود في النص كده ما بينهم الاثنين، يعني هنا الارقام اللي بالازرق هي التميز، والارقام اللي بالاحمر قلنا القليل، هتلاقي جيفرسون انكادا في النص الاسود اللي ما بينهم المنطقه الوسطى. عدد المباريات يعني ايه، هنا حمزه المسلوسي، هنا سيد عبد الله 11، وجيفرسون انكادا في النص دي يعني نقطه بس. طب صناعه الفرص، حمزه المسلوسي صنع 4 فرص، جيفرسون انكادا صنع 10 فرص، سيد عبد الله في 11 مباراه يا كريم عامل 21 فرصه، بتتكلم على جناح فعلا. صناعه الاهداف 1-1، سيد عبد الله 2 في عدد مباريات اقل. بس بص هنا مثلا في المراوغات، هتلاقي المسلوسي معدل المراوغه بتاعه تلت مراوغه، وسيد عبد الله 3 مراوغات في المباراه الواحده. إن كده بقى في النص ما بينهم الاثنين 1.5 تقريبا. الكرات العرضيه، المسلوسي طول الدوري عامل 19 كره عرضيه اللي بمعدل اقل من 1، ضعفه جيفرسون انكادا واكتر منهم الاثنين سيد عبد الله، يعني دايما هتلاقي كده. انما بقى نيجي للارقام الدفاعيه، كسب الكرات المسلوسي هو الاكثر تميزا، هي معلش المفروض دي كانت تبقى باللون الازرق، غلطه مني، وجيفرسون انكادا في النص، وسيد عبد الله قليل قوي في كسب الكرات. كسب التدخلات بقى، هو جيفرسون انكادا حتى متميز عن المسلوسي في كسب التدخلات عشان عنصر القوة الافريقيه، يمكن المسلوسي بيعرف يتوقع يلم كور بتيجي ويكسب كرات، ولكن جيفرسون انكادا هنا القوه. تعالى بقى انا جبت لقطات لجيفرسون انكادا بس معلش قبل ما نسيب الجدول. تمام، انا اللي قريته من الارقام ان انكادا يتقارن بحمزه المسلوسي عشان هما الاثنين باك رايت اصلي، لكن سيد عبد الله نيمار هو جناح متوظف في باك رايت، فلو احنا بصينا على انكادا فانكادا ممكن يتفوق على حمزه المسلوسي احيانا يعني، فممكن يبقى صفقه مميزه. هو المنطقه الوسطى، لو زمان بيلعب 4 ورا، لو تحس كده الزمالك لو غير طريقه اللعب ولعب بطريقه 4 ورا، ان حمزه المسلوسي مش هيبقى ظهير مميز فيها. ليه بقى؟ ما بيعرفش يؤدي الواجب هجومي. انا بكلمك وسيد مش هيأدي، وسيد نيمار مش هيأدي الدفاع بالظبط. فجيفرسون انكادا هو الحاجه الوسطى. انا مش ده. بقول ان مش لازم جيفرسون انكادا، لازم بروفايل قريب منه، فاهم؟ اللي هو التوازن ما بين الدفاع والهجوم. نشوف الحالات، نشوف الحالات، هي كلها حالات من لقاء بيراميدز. انا اخترت لقاء واحد، فريق قوي اخر مباريات فاركو مع بيراميدز، هتلاقي تدخلاته الدفاعيه رغم انه بيلعب على ابراهيم عادل، وهو ابراهيم من اللعيبه المميزه جدا في الدوري المصري، بيتدخل معاه بقوه. انا بكلمك بقى في العنصر اللي يمكن ينقص واحد زي سيد عبد الله. بص هنا بيعرف يحط جسمه زي مع ابراهيم عادل، القوه الافريقيه مع تميز دفاعي. ابراهيم عادل بيحاول يروق اكتر من مره، دايما جيفرسون انكادا حاضر، التميز الدفاعي اللي موجود عنده. بص المشاركه هي دايما بقوه كده، القوه اللي في التدخلات الدفاعيه. كمل، ما يعني صعب مراوغته بتقدر تاخد، وهنا رغم بيلعب برضو على محمد حمدي، هو من اللعيبه المميزه جدا هجوميا. بص بقى عليه برضو لما بيتقدم للتلت الاخير، الراجل عنده الاوفر كويس اللي هو كرات عرضيه بشكل جيد. هنا دي ارسل كره عرضيه كانت المفروض لعيب فاركو يحرزها، وهنا النقطه الثانيه برضو يعني عرضيتين سلام في مباراه واحده، على فكره ده معدل معقول جدا في الدوري المصري ان انت ترسل عرضيتين يوصلوا للمهاجمين بتوعك، بغض النظر بقى عن تصرف المهاجمين، لا الكرات وصلت للمهاجمين اللي بتوع فاركو. تمام،